تكلمت عن موضوع المعتقدات قبل هيك، وكيف إنه إحنا نعرف المعتقد ونعرف المعتقد وراء المعتقد. يعني مثلا نيجي على موضوع معتقدات الزواج، بنبدأ بنقول كيف أرى الزواج، كيف أرى الرجل، كيف أرى العلاقة الزوجية. بطلع المعتقدات اللي بتطلع لي، المعتقدات اللي بتطلع لي مبنية على أساسات أو معتقدات قبلها. هنا نفرض إنه أنا عندي معتقد على العلاقة الزوجية إنه تمنع حريتي، بتحكم فيها شخص آخر، أو الرجل بخيل، أو الرجل دائماً بفرض سيطرته. نفرض هيك إنها طلعت المعتقدات. أوكي، بقوم بسأل نفسي من وين أنا جبت هذا المعتقد. باخد وقتي، يعني مش إني أنا بصير الشغلة في لحظة، ممكن تاخد معي يوم عشان أقدر أطلع المعتقد هذا أنا من وين. ممكن أكون تبنيت هذا المعتقد من علاقة الأبوين في بعض، ممكن من علاقة أختي في زوجها، ممكن صديقتي في زوجها، أو علاقة أنا مريت فيها بالسابق. أوكي، بمسك هذا المعتقد وهذا المعتقد، أسأل نفسي هل أنا كشخص هذا المعتقد حقيقة واردة في كل الرجال ولا فقط حصلت مع شخص. بحلل بحلل بحلل، بضلني أحلل في المعتقد وأطلع المعتقد اللي بعد، حد ما أوصل لنقطة أستشعر فيها في هذه اللحظة أنه المعتقد هذا أنا اكتسبته من تجربة وبنيته على أساس تجربة، لكن مش جميع التجارب الحياتية مبنية على هذه التجربة. فبصير أسأل نفسي هل هي مجرد فكرة أنا تبنيتها ولا هي فعلا حقيقة وواقع. لو بديت أتذكر مثلا أشخاص حصلت معهم هاي المعتقدات السلبية اللي أنا بنيتها، أو مواقف بنيت عليها هذا المعتقد، بقارنها في حياة أشخاص تانيين عايشين بسعادة. فبعدين بعد ما أخلص هذا كله بقوم بمسك المعتقد إنه الرجل مثلا بطمس حريتي أنا كامرأة، بغير المعتقد الرجل حيديني حريتي، أو الزواج هو يمكن يكون باب للحرية، العلاقة الزوجية فيها مودة ورحمة، بصير أبدلها بمعتقد إيجابي. فالمهم إنه أنا شو أكون مدركة لهذا المعتقد. إدراكي لهذا المعتقد بيحللي 50% من الخلل اللي عندي، عرفتي؟ وتحليلي للمعتقد بحل هذا المعتقد. مبدئياً لما بكون عندي امتحان، اللي بخليني أفقد التركيز خوفي من هذا الامتحان وخوفي من نظرات الآخرين إلي. ومهم أني أنا ما أقارن نفسي بالآخرين، لأنه مقارنتي بالآخرين بيشغلني عن نفسي وبيخليني أحط كل طاقتي في هذه المقارنة. بقولك أنت ما بتعرف هي قديش درست وكم مجهود عطت وقديش بذلت مجهود وأخذت نتيجة هذا المجهود، وما كان عندها خوف يرجعها لورا. شعر الغضب هذه اللي داخلك مهم أنك أنت تتحرري منها، وعشان توصلي للي بدك إياه مهم أنك فقط تركزي على نفسك وعلى شغلك. ما تقارني نفسك بالآخرين، لأنه مقارنتك بالآخرين بيبدد الطاقة اللي عندك بشكل كامل. هلأ شوفي، أنا واحدة من الناس تقبل جميع الأفكار، المواضيع منفتحة، لا برفض ولا بوافق غير لما تتأكد للصورة، لكن أكتر من هيك ما بقدر أجاوب. بكون في عندك توتر عالي، بكون في عندك احتقان طاقي بيخليك دائما بدك تنامي ومش قادرة تنامي. ممكن تتواصلي على الرقم لو حابة عشان نسحب هاي الطاقة. مجرد تعلق، ويعني تغيرت عليك البلد، تغيرت عليك العادات، طبيعي، وبعدتي عن ناس بتحبيها، فطبيعي تشعري بهذه المشاعر. يعني مجرد انك عندك تعلق بالاشخاص والاماكن، لو بتحبي بامكانك تتواصلي معايا، ممكن اعطيكي تمرين يخص هذا الموضوع. هلا انت بدك تفسري شعور الحب اللي انت بتحسيه، ولا بتسالي اذا هو بحبك بالمقابل او لا؟ مش فاهمه السؤال. اول اشي انا ما بعرف مين الشخص اللي ارى لك. ثاني شيء ممكن يكون الكلام مش على نفس الشخص. ثالث شيء أنا برأيي لو علي بقولك سيب الموضوع وكلي لربنا، ما تعملي شيء عشان يجيك شيء بالمقابل. اعطي نفسك وقت، بطلي تفكري فيه، فكي تعلق فيه، اهي نفسك بأي شيء أنت بتحبي تسويه وسيب الأمور تمشي لحالها. يعني أنا صدقاً ما مش عارفة شو أحكي لك في هيك وضع. أنا دائماً بفضل أنه تنترك الأمور في معية الرحمن.
وتبطلي تفكري وتحرري من الموضوع. يمكن يطلع إصرارك على الشيء وتعلقك فيه بمنع حدوثه، فسيب الموضوع.